من خلال هذا الفيديو سنكشف لكم عن بعض الأساطير الغامضة والغريبة التي تثير الفضول وتبقى حتى اليوم محيرة ومحل شائعات وأسرار. فتابعوا معنا هذا الفيديو واستعدوا للاستمتاع بأغرب الأساطير في العالم العربي. أولاً، أسطورة جسر الشيطان في اليمن. تقول الأسطورة إن الشيطان بنى جسراً على مضيق باب المندب ليصل إلى الجزيرة العربية، وقد أخبر له الملك سليمان عن ذلك وأمره بتدمير الجسر، ولكنه خطأ في الحسبات وبنى الجسر مرة أخرى، وهكذا تكرر الأمر حتى يومنا هذا. ثانياً، أسطورة الزعزعة في العراق. تقول الأسطورة إن الزعزعة هي مخلوق يشبه الشيطان ويعيش في الصحراء ويسكن في الكهوف، ويقال إنه يمكنه التلاعب بالأحلام ويمكن أن يتحول إلى شكل الإنسان ويخدعهم. ثالثاً، أسطورة الحوت الأبيض في تونس. تقول الأسطورة إنه يوجد حوت أبيض ضخم يعيش في المياه قرب الشاطئ ويمكن أن يرى في بعض الأحيان، وتقول الأسطورة أنه يمكن أن يكون هذا الحوت روحاً أو روح جنية تعيش في المياه. رابعاً، أسطورة الريحانة في اليمن. تقول الأسطورة إن هناك زهرة تسمى الريحانة تنمو في الصحراء، وتقال الأسطورة أنه إذا أكل الإنسان من هذه الزهرة فإنه سيبقى شاباً وجميلاً إلى الأبد. خامساً، أسطورة الرأس المقطوع في العراق. تقول الأسطورة إن هناك رجلاً كان يعمل في المزرعة وتم قطع رأسه، ويقال إنه يمكن أن يظهر أنا بشكل شبح في المزرعة ويطارد العمال. سادساً، أسطورة الجوهرة الزرقاء في السعودية. تقول الأسطورة إنه يوجد جوهرة زرقاء نادرة في الصحراء ويمكن أن يراها البعض في بعض الأحيان، ويقول الأسطورة إنها تحمل الحظ الجيد والنجاح في الحياة. سابعاً، أسطورة جبل قاف في الإمارات. تقول الأسطورة إن هناك جبل يسمى جبل قاف يوجد في الإمارات، ويقال إنه كان يسكنه العمالقة في السابق، وتقول الأسطورة إن الجبل مأهول بالجن والشياطين ويمكن أن يحدث أحداث غريبة فيه. ثامناً، أسطورة المرأة البغيضة في المغرب. تقول الأسطورة إنه يوجد امرأة تسمى المرأة البغيضة، وهي امرأة ذات بشرة بيضاء جداً وشعر طويل وأسود، وتقال الأسطورة أنه إذا رأى أحدهم هذه المرأة فإنه سوف يموت قريباً. تاسعاً، أسطورة العقاب الناري في السودان. تقول الأسطورة إن هناك طائراً يسمى العقاب الناري، وتقال الأسطورة أنه إذا رأى أحدهم هذا الطائر فإنه سيموت قريباً. عاشراً، أسطورة الساحرة السوداء في مصر. تقول الأسطورة إنه يوجد ساحرة تسمى الساحرة السوداء، وهي امرأة جميلة ذات شعر أسود طويل، وتقال الأسطورة أنه إذا رأى أحدهم هذه الساحرة فإنه سوف يصاب بلعنة سحرية. 11، أسطورة الملكة شباط في لبنان. تقول الأسطورة إنه يوجد مقبرة للملكة شباط في جبال لبنان، وتقال الأسطورة أنه إذا دخل أحدهم هذه المقبرة فإنه سوف يتعرض للنحس والشؤم. 12، أسطورة الميزان الأزرق في الأرض. تقول الأسطورة إنه يوجد ميزان زرقاء تطفو في الهواء في الأرض، وتقال الأسطورة أنه إذا رأى أحدهم هذا الميزان فإنه سيصاب بالجنون والهلوسة. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.